العرض الخاص لفيلم الإسكندراني بطولة أحمد العوضي كسر الدنيا، بس الغريب واللي لفت نظر الناس إن ياسمين عبد العزيز زوجة العوضي ما كانتش موجودة في أول عرض لأول فيلم يكون بطولته بالكامل، وده فتح الباب للسوشيال ميديا تسأل هي ياسمين ما حضرتش العرض الخاص لأول فيلم من بطولة جوزها ليه. مصادر مقربة من ياسمين والعوضي أكدت إن سبب غياب ياسمين عن العرض الخاص للفيلم اللي يعتبر أول بطولة سينمائية لجوزها كان سببه تعرض ياسمين لوعكة صحية أجبرتها إنها تقعد في السرير وتاخد الأدوية بدون ما تتحرك. والمصادر أكدت كمان إن ياسمين بعد ما تسترد صحتها هتستعد إنها تكون مع العوضي وتتفرج معاه وسط الجمهور في باقي العروض في سينمات مختلفة. غياب ياسمين عبد العزيز عن دعم جوزها أحمد العوضي في أول بطولة سينمائية ليه جيب التزامن مع حديث عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف عن توقع انفصال الثنائي في 2024، وده اللي رد عليه العوضي على حسابه الرسمي على انستجرام وقال كذب المنجمون ولا صادفوا. مش بس كده، ياسمين كمان ردت على التوقع ده ووجهت كلامها لعالمة الفلك وقالت لها بلاش انت يا ليلى. والعرض الخاص لفيلم الإسكندراني شارك فيه عدد كبير جدا من الفنانين وكمان من الجمهور اللي حرص على الاحتفال مع بطل العمل وان يتصور صور تذكارية معاه ومع البطلة زينة والمخرج خالد يوسف. وفيلم الإسكندراني متاخد من رواية للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويعتبر الفيلم هو أول بطولة للفنان أحمد العوضي في عالم السينما.